الإنسان يغير في حياته للإيجابي، لا يبقى على المكان. ترى أحيانا السكون والهدوء وعدم التجاوز اللي أنت فيه ترى يسبب لك اكتئاب. عندما الإنسان يكون علميته نفسها للعام وقبل العام، ما يطور نفسه ولا فكرة ولا دراسة ولا شيء، ترى يصيب إحباطات نفسية. عندك سليمان، أقول تكلم عن التغيير. إيه ما في شك إن الإنسان إذا ما يجدد أموره وحياته دائما، خاصة للمتقاعد بعد. يا سلام، أنا متقاعد، فإذا يسكن على أموره ما يصلح. يا سلام، فالتجديد مطلوب. أول شيء أنك تضع لنفسك برنامج خاص. حلو. ما بلازم تعلم الناس وكذا. أنا وضعت لي برنامج يومي. أسلم. قراءة جزء كامل من القرآن. ما شاء الله. على أساس بعض الناس يقول ليش ما تزيد؟ قلت أول شيء نبدأ بالأسهل. على أساس أنك لو بدأت، أنا أذكر عندنا الله يرحمه كان مدرس عندنا سوداني. أيوة، شو تذكر اسمه؟ اسمه الزمزمي الله يرحمه. أيه، توفى. نقول الأسماء، هذه الأسماء جميلة. أيه، يقول دائما ابدأ يومك لا تكثر، بعد صلاة الفجر اقرأ وجه واحد فقط، سكر المصحف. يا سلام. بعد فترة ستجد أنك تقرأ وجهين ثلاثة أربعة حتى تصل إلى جزء. يا سلام. فإذا وضعت لنفسك برنامج جيد، خاصة المتقاعدين، أتكلم على أساس أني متقاعد، مدرس متقاعد، تبدأ صباحك بالأذكار وهذا من باب التغيير اللي كان، لأن من أول ما كنا نسوي الشيء ذاك. كنا نصحى وافكر في الدوام. انا كنت وكيل مدرسه، فكنت افكر في الدوام، باجي بدري على اساس استقبل المعلمين والاولياء الامور وكذا، فما كنت افكر في الاشياء دي. فبعد التقاعد لا، قلت لازم اغير. فاول شيء بعد الفجر احاول اني ما افوت باذن الله قراءه جزء. يا سلام. يومي، بحيث انك نهايه الشهر تكون نهايه أنهيت قراءة القرآن كامل. ثانيا، اجعل لنفسك كتاب عادل حسب هواية كنت. بعضهم يهوى الأدب، أنا مثلي أنا أهوى الأدبيات والروايات، وبعض الناس يهوى مثلا الشعر، ويعني الكتب الثانية، الفقه. والتغيير مطلوب، يعني لو قرأت من هنا ومن هنا هذه من بابها. ثانيا، اجعل لك مجالس صالحة تستفيد منها. يا سلام. يعني مثلا يكون لك جلسة أسبوعية مع ناس صالحين، لأن الصالحين هم اللي يشدون أزرك في هذه الحياة، يقوون إيمانك، يجددون حتى أفكارك. وزي ما قال الشيخ إبراهيم، أنه أبو راشد. أنا أتابعك بس إني أنزل. يشرفني، الله يجزاك خير، يبارك في عمرك. مثل ما قال أبو راشد، يعني مع الوقت تبدأ عندك، حتى هم يطرحون عليك أفكار جديدة وأشياء جديدة. هذا من باب التغيير، الإنسان يغير حياته. أما اللي يظل على، يعني أذكر بعض المتقاعدين جاه اكتئاب. صحيح. أول ما تقاعد يقول لي واحد من الزملاء، يقول تقاعد فلان كمل الخدمة، يعني خلاص 60 سنة، يقول مع ذلك دلة كل صبح يجي عندنا. يقول حنا يعني راعينا شعوره، قلنا يا ابن الحفلان ريح نم غير. قال والله ما أقدر، أنا تعودت أقوم الوقت هذا واجي أجلس معكم وأفطر معكم. و كثير متقاعدين. يقول ما قدر يغير، جلس عندنا حدود 5 شهور، حتى يقول المدير تضايق شوي، لأنه قال يعني ما نبي نلهي الموظفين عن شغلهم. لمن عاد مرض الرجل وجاه اكتئاب زيادة، سبحان الله، أموره يعني تغيرت إلى الأسوأ. فزي ما قال أبو راشد، المطلوب التغيير، أنت اللي تغير نفسك، لا تنتظر أحد يغيرك. غير نفسك.